إيزو 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 صقور شق تو لخيوه يا خيو العمى بعيونك شو هاد؟ خالصين عمي خالصين الدوري لينا الدوري لينا روحوا شوفوا عدنان ولينا إيه ما اختلفنا خذوا له الدوري بس ليش قلت هالذوق؟ لا لا تعمل لي قلة ذوق وحركات قول إنك مضغوط وبس يا وال شو بدي تغطني؟ انت ايش جابك من الشام لتشجع الحيتان؟ ايه انا حلبي وما بشجعون انا لهالسبب بشجعه جكارة فيك عيش عيش من النعيم لكان لا 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 عن جد اللي خلاني شجع الحيتان هو نفسه اللي خلاك شجع الصقور ايه انا بشجع اللعب الحلو هاي هي كرة القدم ايوه شلون يعني هاي هي؟ ايه ما بعرف على كرة القدم انا ممكن تشرح لي؟ يعني معلم هي دومتك شغل طرب وحرفني ولعب نظيف 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 الله إذا لعيبتك عم يلعبوا لعب نظيف نظيف مثل ما عم تقول أنت ليش عم تحكي حكي وسيخ؟ يا مضغوط لك هلا لا تخلي الأشباق بالكفة هر أسنانك قضيناها طحن نحن جمهور الكرامة أيام الاتحاد حبيب قلبي ما بدي أبالغ بس ما صار شتايم مثل اللي عم تصير هلا أيش طيش لك عن جد شي عيب نحن هون جايين نتسلى مو نشتم بعض اخي انا ما عم بشتمك انا عم بشتم اللعيبة لا يا سيدي عم سبوا الفريق وجمهوره ومدينته وكل جيرانه وبعدين على فرض ما عم سبوا للفريق يعني هلا هذا العمل صحيح بجوز بالشرع ايه علينا قلب لي مفتي هلا خيو الشغلة لا بدها مفتي ولا شيء هلا الشتايم صار بدها مفتي ليقول انه بجوز الا ما بجوز اخي والله عم نتسلى فيكم ايه حط لك فردة شمبريعة تياب تمك تسلى فيها احسن ما تسلى بسب الناس اه رياضة قال كل عمرها رياضة اخلاق قبل الفوز والخسارة انتو ايش صايبكن ايه خلص روق روق رح نتنازلكن عن الدوري كلياتو ايه من اجري بتشوفوها على الاخلاق تبعكن مين لك رح يشوفو انتو لا مو نحن بس صدوني لو انا محل الحكام لعطي الجمهور كارت أحمر وقلعوا برات الملعب يا لطيف وأكثر من هيك الجمهور اللي ما بيحترم اللعبة وبيحترم الثورة قبل الدوري ذات نفسه هاد جمهور ما بيستاهل يدخل الملعب اروينا أبو عبدو لا عن جد كب المزح لازم يطلع قرار من اتحاد الكرة إنه الجمهور اللي ما بيحترم فريق الخصم ينحرم من الفوت على الملعب وإذا تكررت منه الإساءة ينزلوه على الدرجة الثانية لحتى يتربى ايه واللي بيغلبك بالشطرنج لوين بتنزلوه ايه هذا اللي ناقصك يا نص نصيص